يقول هذا السائل بأنه يعمل سائق شاحنة على مدار العام، هل يجوز أن يقصر ويجمع في الصلاة خارج محل إقامته في الرياض؟ نعم، ما دام أنه في الطريق وفي السفر فإنه يقصر ويجمع، وهو أولى بالرخصة من المسافر الذي لا يتكرر سفره، ما دام له بلد يقيم فيها بعض الوقت فإنه يقصر ويجمع.